هذا الفستان؟ عجبك يا قلبي؟ كتير حلو، لمين جبته؟ هذا إلك حياتي. كيف؟ بس نحن ما معنا مصاري لنشتري هيك. بعت الأسطوانة. وكيف يعني؟ ليش؟ يعني اليوم كنت عم شوف الخزانة وشفت لبسك اللي ما دخلوا باللبس بنوب، يعني ما لقيت شيء إلا منزوع وقديم عندك، ومشان هيك قلت لحالي إنه هالأميرة تبعي بتستاهل الدلال. يعني حبيبتي روشان، ليش ما حكيتي لي من الأول إنك كنتي بوضع صعب كتير؟ شو عرفني؟ يمكن لأنك وقتها كان وضعك صعب كتير واللي فيك مكفيك، وأنا ما كان بدي إزعجك بوقتها بأي شيء. أنت عمري، أنت تعبتي معنا كتير مشان هالبيت، والله يقدرني يردلك هالمعروف. ومن اليوم أنا بدي أعيش حياتي كلها بس لحتى أسعدك وعوضك عن كل شيء مرق. وبكرة من أول ما في بدي بعلك ساعتي وانزل جيب لك أحلى كندرة وشنتاية بيناسبوا هالفستان. قلت لي ساعتك؟ يا روحي، معناتها لازم تعرف إنه ساعتك مو أصلية. كيف؟ ما أنا أصلية؟ مو كان لازمنا مصاري مشان نصلح الأسطوح؟ بقى أنا بعتها وقتها والحكي صار له سنتين. يا روحي لما منعيش بالعتمة وما منقدر نشوف الشي اللي بيشوفوه الناس بحياتهم كل يوم، بيكون هاد الإحساس مخيف. بس إذا كنا محظوظين شوي، هاي العتمة بتروح من حياتنا وبيرجع بدال الضوء، وبآخر الطريق منشوف كل التضحيات السرية يلي عملوها زوجاتنا مشاننا. على مهلك بنتي روشان حياتي، يا ريتك اجيتي على الحديقة معنا، لعبنا كتير وانبسطنا أنا والبنات، ما هيك يا بنات؟ ماما شوفي لقينا زيز كتير حلو، بابا ورشيها الزيز. يا الله شوفي. حلو كتير، ما هيك؟ يلا يا بنات فوتوا بسرعة وغسلوا إيديكم. طلعي حبيبتي شو حلو هالزيز، شوفي شوفي لونه كتير حلو مايل عزراء، بياخد العقل. إذا بدك تضل المساء بتتسلى بالزيز رح تتأخر على الشغل مو؟ حياتي عسيرة الشغل، أنا بصراحة ما عاد بدي أشتغل بالنادي بعد اليوم، خلص قدمت استقالتي. شو؟ مثل ما سمعتي حبيبتي. استقالت له أي؟ يعني بعرف إنك رح تعصبي مني، بس أنا مشي حالي وهلأ صرت بقدر شوف، ما عاد بدي أعمل مساج لهدول الرجال الختائرة، والله ماني طايق هالقصة. لو أي أنت صاير لك شي؟ مشان المنظر اللي عم تشوفه ما بدك تشتغل ونحنا كيف بدنا نعيش؟ حياتي رح لاقي شغل ولا يهمك. ليكي خلص انا رجعت شفت، يعني رح لاقي شغل احسن اكيد، ولبين ما لاقي هالشغل برتاح شوي وبقضي هالفتره مع بناتي وبقعد وبشوفهم، وبعدين انا ماني مصدق اني رجعت شفت بعيوني. ليكي هالحشره شو حلوه، شوفي شوفي شوفي، كتير غريبه ما هيك؟ شو الله شو غريبه، شوفي يا حبيبتي عن جد حلوة وغريبة. ايه. لا. أنا رايحة أجيب جريدة جديدة مشان تقعد وتدور إذا فيها شغل حياتي. أستغفر الله العظيم. سفاحة. كان أدرك كتير حلوين ماما. حلوين ما هيك يا روحي؟ بتعرفي شو؟ هالكنادر والفساتين كلهم بابا هداني ياهن. بابا هلأ صار شغله أحسن بكتير، هو مو عارف عن شو شغله بس عادي. أركدي شوفي مين. أوه حلو كتير. لارا حبيبتي وين أمك؟ ليكني هون حياتي، إليك عندي خبر بياخد العقل. وقف وقف، بالأول اسمع خبرتي. أنا أنت بتعرف شوفيره لفريد يلي إجا على كتب كتابنا؟ اليوم شفته بالصدفة
وقال لي إنه شغله منيح وعنده شركة منسوجات ومستعد يشغلك عنده. منيح، كتر خيره. وأنا كنت بدي أحكي معك بنفس الموضوع، أنا لقيت شغل حياتي. وشو هالشغل؟ أنا رح أشتغل بمؤسسة، مؤسسة مرتبة كتير ومسؤولة عن المعاقين. وقديش رح يعطوك راتب هنيك؟ وفي حوافز كمان؟ وبيعطوك سيارة مع الشغل؟ يعني طبعاً هي الشغلة قيمتها المعنوية كتير كبيرة. حلو كتير. إذا بالقيمة المعنوية معناها نحن ما رح ناكل وما رح نشرب يا لؤي. بس ليكون عندك علم، فريد كل 4 شهور بيعطيك راتب إضافي وهذا حافز. ماشي يا حياتي، بس كمان بالمؤسسة الواحد بيشتغل برعاية المعاقين وبيأمن لهم الراحة وهذا ثوابه كبير. بعدين الواحد هيك بحس إنه ضميره مرتاح وكمان بحس إنه عم بفيد العالم المحتاجة. حبيبي، أنا صار لي 5 سنين عم أخدمك بعيوني، بس بعمري ما حسيت باللي حكيت عنه أبداً. شوفي روشان، هالمؤسسة طول فترة مرضي ما خلتني أحتاج لأي شيء أبداً. يعني هلأ أنا لازم أعملهم شيء على القليلة مقابل الشيء اللي قدموا لي إياه. بعدين قبل ما أنسى، بتعرفي هذا اللي اسمه فريد؟ هذا واحد كتير واطي وأنا بحياتي ما برضى أشتغل معه. سيد فريد، أنا روشان مرت لؤي. أنا هلأ حكيت له لؤي عن الشغل معك. ايه، وكتير انبسط. وأنا عم قول يعني لو تجوا لعنا المساء على العشاء وتقعدوا سوا مع بعض وتحكوا وتتفقوا، شو رأيك أنت؟ اتفقنا؟ لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.